الاحتفال باليوم العالمي للمرأة انضمت مائدة مستديرة هنايا في المقر ديال محكمة استئناف حول مدونة الأسرة والارتباط ديالها مع المرأة. هضرنا أولا على شنو الدوافع والأهداف اللي خلاتكم أنكم تنضموا هذه المائدة هذه، وكذلك ما جرى ومن توصيات فيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار اليوم العالمي للمرأة المصادف في 8 مارس من كل سنة، نظمت محكمة استئناف بالرشيدية ندوة علمية بموضوع وتحت عنوان الآليات القانونية لحماية المرأة في ظل مدونة الأسرة. هذه الندوة التي شارك فيها مجموعة من الباحثين وعلى رأسهم السادة المستشارين والسادة القضاة نيابة ورئاسة، كما شارك فيها أساتذة جامعيون ومساعدي القضاء من كتابة الضبط وسادة عدول وغيرهم. هذه الندوة تناولت بالدرس والتحليل مجموعة من الإشكاليات، مجموعة من الثغرات المتعلقة بالنصوص المسطرة في مدونة الأسرة. طبعا بعد مرور ما يقارب من 15 سنة على تطبيق مدونة الأسرة التي ابتدأ العمل بها في 3 فبراير 2004، عرف النص القانوني عدة إشكاليات في التطبيق، منها ما كان الاجتهاد القضائي سباقا إلى قراءته للنص، القراءة القانونية الصحيحة وأعطاء اجتهادات قضائية في صالح المرأة وفي صالح الأسرة بصفة عامة. وهناك ثغرات أخرى أو إشكاليات أخرى في ظل مدونة الأسرة. هذه الإشكاليات هذه هي التي تم التطرق إليها يومه، حيث تمت المنادات من طرف جميع الفاعلين بتغيير مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة المتعلقة بالطفل. خرجت هذه الندوة بعدة توصيات هامة تلاها المستشار الأستاذ معشا. هذه التوصيات تتلخص في عدة نقاط، أهمها إعادة صياغة نصوص مدونة الأسرة بما يتلائم والمعاهدات والاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، والتوصية الأخرى المتعلقة بالأحكام الأجنبية وتذييلها بالصيغة التنفيذية في إطار الفصل 128 من مدونة الأسرة، وإعطاء الاختصاص للسيد أو للسيد رئيس المحكمة الابتدائية أو للقضاء الاستعجالي بصفة عامة في إطار هذا التذييل. كما كانت هناك توصية متعلقة بإعداد نص قانوني خاص بكفالة الأطفال غير المهملين على غرار النص القانوني المنظم للأطفال المهملين. كما خرجت هذه الندوة بتوصيات أخرى تهم شؤون الطفل وغيرها من الخلية التي تكون الأسرة في ظل مدونة الأسرة. كانت كما عرفت هذه الندوة حضور ما يقارب 10 جمعيات نسوية من ميدلت والريش والراشدية وفعاليات من المجتمع المدني، تدخلت وبشكل كثيف في الحوار والنقاش الساخن الذي عرفته هذه القاعة. نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم كما تناولنا في هذه الندوة هذه جزء من المداولة، أن نتناول في ندوة مقبلة إن شاء الله في القارب العاجل باقي النصوص المتعلقة بمدونة الأسرة، لأن هذه الندوة ركزت فقط على الكتاب المتعلق بالزواج والكتاب المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية والكتاب المتعلق بالولادة والنتائج المترتبة عنها والكتاب المتعلق بالولاية الشرعية. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخليدا لليوم العالمي للمرأة 8 مارس الذي أصبح تخليده وتقليدا سنويا بهدف إعطاء المرأة قيمتها الحقيقية، وبهدف تحسيسها بأن المشرع والمجتمع والكل هو مع المرأة، وأن المرأة بطبيعة الحال هي عماد المجتمع. فإذا كانت الأسرة هي نواة المجتمع، فإن المرأة هي العمود الفقري في هذه الأسرة، وهي الجامعة للبيت، هي المربية، هي الموجهة. وكلما تم إعطاء المرأة العناية اللازمة وإعطاءها قيمتها الحقيقية كلما كان المجتمع ناجحا. فيقول الشاعر معروف الرصافي:
فهل يرجى لأطفال تمام إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ ويقول الشاعر حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهذه الوقفة اليوم كانت وقفة تأمل ووقفة احتفاء بنساء العدل، ولحظة تحسيسهم بدورهم الكبير الذي يلعبونه في المجتمع. وعلى غرار هذا الاحتفال تم تنظيم هذه الندوة التي تشرفت بتنظيمها اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف بالراشدية بشراكة مع اللجنة الثقافية للمحامين بكل من ميدلت والراشدية، وقد تناولت بالدرس عبر المواضيع المقررة آليات حماية المرأة على ضوء مدونة الأسرة، خصوصا أنه في شهر فبراير الماضي أقفلت مدونة الأسرة 15 سنة من تشريعها ودخولها حيز التنفيذ، وبالتالي فكان لزاما أن تكون هناك وقفة تأمل في العديد من النصوص القانونية، وتمت معالجتها بشكل تفصيلي وبنقاش مستفيض بين القضاة والمحامين وجمعيات المجتمع المدني ومساعدي القضاء عامة، وتم التداول بشكل لبق لكل الإشكالات المطروحة، وتم بالتالي الخروج بالعديد من التوصيات التي هدفت في مجملها إلى مراجعة العديد من النصوص القانونية من نصوص مدونة الأسرة أو إلى إبداء بعض الملاحظات حولها، وتم تداول الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في هذا الباب، وتم التأكيد كذلك على دور النيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة هادف إلى حماية المرأة وحماية الطفل وإلى تنظيم الأسرة بشكل محكم. وقد أشرت في مداخلتي إلى التعليمات الكتابية والشفوية التي مافت السيد رئيس النيابة العامة المحترم الدكتور محمد عبد النبوي يعطيها للسادة مسؤولي النيابة العامة بضرورة تتبع قضايا التي تكون فيها المرأة طرفا بكل دقة وبكل حزم وبإجراء الأبحاث اللازمة فيها بكل تحري وبكل تتبع، وكذلك حتى التماس توقيع الجزاءات المناسبة للأفعال المرتبطة بهذه القضايا. فالمرأة المغربية والحمد لله شهدت تطورا كبيرا على مختلف المستويات وحققت نجاحات كبرى في مجال الحقوق، والكل بطبيعة الحال تنفيذا للتعليمات السامية للقاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ يكرم المرأة المغربية ويوصي بإعطائها العناية اللازمة ويوصي بإعطائها مكانتها الحقيقية داخل المجتمع. ونحن والحمد لله نشهد اليوم المرأة فاعلة في كل المجالات ومؤثرة وحاضرة، وهذا عيدها، ومن خلاله أبارك لكل النساء المغربيات بهذا العيد. وحقيقة فالسنة كلها هي للنساء، وإنما اليوم هو يوم للوقوف للتعبير عن تقدير المجتمع للمرأة وعن تقدير المجتمع لأمه وبنته وزوجته وأخته التي ما فتأت وتحرص بكل قواها على إعطاء المجتمع نموا ورقيا. والسلام عليكم.